هنتكلم على موضوعين أساسيين. الموضوع الأول اسمه الرينولد نمبر، والموضوع التاني هو الكومبلاينس، موضوعين في منتهى الأهمية. لو بدأنا بالرينولد نمبر، عايز أفكرك إن في نوعين من البلد فلو. نوع الأولاني، ولو تفتكروا وإحنا جينا اتكلمنا عليه قبل كده، نرسم البلد فيسلز ونشوف، هتلاقي البلد فيسل ده واسع، فالدم ماشي في خطوط مستقيمة straight أو stream line، سميناها لامينر. والنوع التاني إن الفيسل ضيق زي ما صباعي بيشاور الجزء النرو، وبالتالي البلد وهو داخل الفيسل خبط في الوول، وقلنا إن في بريشر عالي نتيجة فورس اوف بلد على اريا صغيرة. ولو تفتكروا ده القانون اللي قلناه مع بعض، زاد الفورس اوف بلد على اريا صغيرة نتيجة النروينج فزاد البريشر. الفلو هنا سميناه تيربلنت فلو، واتفقنا ان البلد وهو داخل لا ممكن وهو بيخبط في الوول بيعمل لي حاجة زي دوامات، وسميتها ايدي كارنت. رينولد كان عالم ايرلندي، هو اللي قال لنا ازاي نفرق ما بين التو تايبس اوف فلو. عمل معادلة وسماها على اسمه ار اي، رمز الاول حرفين في رينولد، وقال ايه؟ قال انا عايز ادرس العلاقة ما بين الانيرشيا of the fluid على الفيسكوزيتي او اللزوجة، الفريكشن between blood molecules. كلمة انيرشيا معناها بالعربي قصور ذاتي، يعني خدناها زمان في الفيزيكس، معناها resistance to move. انا كليكويد او كسائل انا بقاوم الحركة، لازم تتغلب عليا عشان امشي. بمعنى كل حاجة ربنا خلقها ليها وزن، والوزن ده اسمه انيرشيا، عامل لك صعوبة في الحركة. طيب الانيرشيا دي بتتحدد على اساس ايه؟ فهاجي في الكلام ده وهحط 3 فاكتورز، 1 2 3 فاكتورز يحددوا لي الانيرشيا. اول عامل مهم هو الماس. الماس رينولد ما قالهاش باسم ماس، سماها دنسيتي. كلمه دنسيتي هي الكثافه، كثافه الفلويد. وطبعا كلنا عارفين من ايام المدرسه ان دنسيتي هي ماس على الفوليوم، وده مهم جدا، هو الدنسيتي الكثافه. طيب ايه العامل التاني؟ هو الفيلوسيتي، السرعه اللي هيتحرك بيها الفلويد. يا ترى السرعه قليله ولا سرعه عاليه؟ عشان احركه لازم سرعه عاليه، هي الفيلوسيتي. العامل التالت هو الدايامتر اوف ذا تيوب، وده مهم جدا. يا ترى الانبوبه اللي قصادنا دي القطر بتاعها ضيق ولا واسع؟ الضيق او الاتساع ده بيأثر في حركه الفلويد. فجه رينولد وقال لنا انا عايز احط رموز على المعادله دي. قلنا له طب الدنسيتي اول حرف فيها دي، طب ما تحط دي كابيتال. قال لا، انا هرمز لها بحاجه شبه البي، وهقول ده الدنسيتي بتاعتي، والفيلوسيتي اول حرف في، والديامتر دي. دايما في السيمبل اوعى تدي حرفين زي بعض، لا ديامتر دي دنسيتي بي على الفيسكوزيتي، ما تقوليش في، ما ينفعش في وفي، او في 1 وفي 2. الفيسكوزيتي رمزها قلنا الان اللي نازل منها شرطة هو الايتا، فده الرمز عندنا.
سألنا رينولد سؤال مهم، هو لما تعمل المعادلة وتضرب الدنسيتي في سرعة الفلويد في الديامتر بتاع البلاد فيسل على الفيسكوزيتي، انت استفدت بإيه؟ فرينولد قال لنا انا هطلع 3 نتائج. اول نتيجة لو الرقم طلع اكبر من 3000، حتى اسمها رينولد نمبر. انا بعمل معادلة واطلع رقم، لو الرقم زاد عن 3000 يبقى ده اسمه ايه؟ تيربلنت فلو. الفلو بتاعك داخل في فيسل ضيقة فالرقم بتاعه عالي. طيب قلنا له طيب لو اقل من 2000 يبقى انت اسمك لامينار فلو. طيب لو بين البنين يعني من 2000 الى 3000 تبقى انت لا انت لامينار ولا تربلنت، انا هسميك ترانزيشنال زون. يعني ايه كلمة ترانزيشنال؟ يعني انت في مرحلة انتقالية، انت لا بيور لامينار فلو ماشي الفلو براحته ولا هو تربلنت داخل في فيسل ضيق. ده فكرة الرينولد نمبر، وده مهم جدا ان انت من خلال مسألة ممكن تجيلك اجيب لك الدنسيتي وسرعة الفلويد والديامتر اوف ذا فيسل والفيسكوزيتي، هتعمل المعادلة دي وتكتبها هتطلع لك رقم من خلال التلاتة دول النتائج تقدر تعرف لي detect the type of the flow. طلبة كتيرة بتسأل السؤال الأهم، دكتور احنا دلوقتي هنتخرج وهنبقى دكاترة، مش معقولة عيانة يجيلي العيادة حاجي أنا أحسب له الدنسيتي وفيلوسيتي وديامتر؟ ده شغل فيزيكس، أنا استفدت إيه من الموضوع ده؟ فهنيجي نقول دلوقتي الامبورتنس، ايه هي الاستفادة من موضوع الرينولد نمبر؟ ودي حاجة في منتهى الأهمية. يعني ايه؟ تعالوا نتخيل معانا دلوقتي الآتي، ده بلاد فيسل عادي تمام، وادي البلاد فيسل هنيجي نحط على الوول بتاعه حاجات سودة، ده رمز لكوليسترول. الكوليسترول كلنا عارفين ان الكوليسترول ده اذا اترسب على الول بيقلل من مرونة الفيسل. الفيسل بتاعنا يا جماعة فيه إلاستيك فايبرز اللي انا رسمها شبه التعبان دي، اذا جه عليها الكوليسترول وترسب على الاستيك ده هيمنع قدرته على الاتساع، مفيش مرونة، بمعنى اي شوية دم داخل في الفيسل هيعمل بريشر عالي على الول، سميناها اثيرو سكيلي روزس. اثيرو سكيلي روزس يعني ايه اثيرو؟ اثيرو معناها شريان باللغة اللاتيني، سكيلي روزس معناها تصلب. يعني ايه تصلب الشريان؟ شريان بقى عامل زي الحجر صلب، فقد المرونة، فقد الإلاستيسيتي بتاعته. طب اسألك سؤال، نوع الفلو ايه في الرسمة دي؟ هتقول لي اكيد تيربلنت فلو. طيب هو انا التيربلنت فلو ده انا عايز احركه، يبقى انا لازم ازود من سرعة الفلويد في الفيسل ده عشان يروح لفيسل تاني. حد ملاحظ حاجة معايا؟ انت اتكلمت ان حصل ناروينج واستنتجت انه تيربلنت فلو، طب انا لو طبقت عليه رينولد نمبر يطلع كام؟ اكتر من 3000. يعني انت دكتور في عيادتك دلوقتي وجالك عيان وسحبت له عينة دم وشفت الكوليسترول في دمه كام وعرفت ان عنده تصلب شرايين او راجل كبير في السن فقد
الإلاستيسيتي الفيسل بتاعه ما فيهوش مرونة. تتوقع الرينولد نمبر أخباره إيه؟ هتقول لي أكيد عالي فوق 3000، مش محتاجين نعملها في عيادة، لا ده بمنتهى السهولة هتتعمل. طب يا دكتور لو أنا فيسل عندي واسع واسع عادي، فاكرين الفيديو اللي فات انت حطيت سماعة على الارتري اللي هنا على البريك يا الارتري من غير ما تزود ضغط الهواء في الرابر باج وتقفل الارتري، اخبار الفلو ايه؟ لامينر، الدم ماشي براحته، يبقى رينولد نمبر اقل من 2000 او اقل. نيجي للموضوع التاني في الفيديو النهاردة، هو الكومبلاينس او الاتساع. طب انا الاول عايز اقول فكرة بسيطة جدا ونرجع للكومبلاينس. نفترض ان انا جبت بالونة والبالونة دي مليتها هوا، نفختها بهوا، البالونة دي كل ما تتملي بهوا الفوليوم اخباره ايه؟ هتقول لي بيزيد. طيب في النهاية انا خلاص قفلت البالونة تمام ومش هنفخها بهوا اكتر، يبقى اذا الهوا اللي اتجمع هنا بيعمل ايه على الول؟ بيعمل براشر عالي، يبقى اذا الفوليوم لما يزيد هيزود البراشر في نهاية النفخ. اوعى تفهمني غلط، وانا بملى البالونة الفوليوم زاد بس البريشر جواها قل. ليه؟ عماله تتملي بهواء، فالهواء يتوزع في مساحه كبيره وبالتالي لازم الضغط اللي على الول يقل، لكن في النهايه نهايه النفخ هيزيد البريشر. هتقول لي طيب عايز توصل لايه؟ ان الفوليوم دايركت بروبورشنال مع بريشر. طب اقول كده؟ لا، بتوع الفيزيكس قالوا دلتا فوليوم مقدار التغير في الحجم يتناسب مع الدلتا بي، يبقى معنى كده ان الدلتا في يساوي دلتا بي تايمز كونستانت او ثابت زي ما علمونا زمان في الماس. تفك المعادلة بتاعت البروبورشنال بايكوال تايمز كونستانت، يبقى الكونستانت يساوي ايه؟ هتقول لي دلتا في على دلتا بي، اهي ده على ده. طب يا دكتور وايه الكونستانت؟ ايه الثابت؟ كلمة اسمها كومبلاينس. يعني ايه بالعربي كومبلاينس؟ اتساع، قابلية التمدد او الاتساع، زي ما زمان في المدرسة كنا بنقول expansion. هنا في الطب هنقول distensibility، distension او الاتساع، وده مهم جدا ان انا اكون عارفه. هتقول لي يا دكتور الموضوع اللي بنتكلم عليه blood vessels hemodynamics، حضرتك شرحت لي بالونة وهوا. هقول لك هي نفس الكلام. يعني ايه؟ تخيل ان ده هو الفين اللي هو الوريد بتاعنا. ايه رأيك ان الفين عنده قدرة عالية جدا على الاتساع بدليل انه بيتملي تقريبا 54% من دمنا؟ يعني الدم بتاعنا 54% في السيركوليشن متخزن في الفين. هتقولي طب وليه ربنا خزنه في الفين؟ هقول لك الفين عنده كومبلاينس عالي، يعني فوليوم زياده، يقدر اكوموديت او يستوعب حجم كبير من الدم بس بايه؟ باقل بريشر ممكن، وده شيء منطقي. تخيل الفين اهو كل ما يجي يملى، انا بنقط الفين اهو كل ما يجي يملى والدم هيضغط على الول، لا يملى كمان ويوسع كمان، فبالتالي
الضغط اللي على الوول عنده قليل جدا. عشان كده هنسمي الفين اسم مهم، كاباسيتانس فيسل. كلمة كاباسيتي سعة، عنده القدرة على الاتساع كل شوية، ده الفين. طب بالنسبة للارتري عنده القدرة دي؟ لا. هتقولي طب يا دكتور انت لسه قايل عنده الاستيسيتي ومرونة. مرونة بسيطة يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ ادي البلاد فيسل بتاعي، ده مثلا الارتري بتاعي. الارتري بتاعي ممكن يوسع حاجة بسيطة، هيستقبل بلاد ويخزنه. يعني ايه يخزنه؟ تخيل ان ده الاورطة. كلنا عارفين ان الهارت اهو، وده اسمه ليفت فينتريكل او البطين الايسر. دايما الليفت فينتريكل بيضخ الدم في شريان الاورطة. الاورطة ناصحة قوي، عملت ايه؟ تاخد جزء من البلد وتعمل له ستور في الوول، الجزء اللي انا هظلله، انا هخزن جزء من الدم. طب وايه؟ واوزع جزء، يعني ديستريبيوت بارت وستور بارت. طب طالما انا هخزن جزء، يبقى الجزء اللي انا هخزنه هيعمل ايه على الوول عندي؟ هيعمل بريشر. نرجع للمعادله هنا، ركز معايا. الأورطة فيها بريشر عالي، وقدرتها على الديستنشن والاتساع أقل بكتير من الفين. يبقى الريشيو كده، اللي تحت عالي واللي فوق قل، يبقى في النهاية الريشيو قلت. يبقى الكومبلاينس اوف بيج ارتري أو أورطة قليلة. ربنا ما خلقش الأورطة انها تستوعب دم كتير. طب امال هو خالقها ليه؟ تخزن جزء من البلد في الوول عندها، فسميناه بريشر ريزرفوار. ريزرفوار جاي من ريزيرف، انا هخزن جزء من البلد. طب ليه يا دكتور تخزن؟ لان الليفت فينتريكل هيجي عليه وقت وعايز يملى من الاتريوم فوق. طب وهو بيملى قفل الفالف بين وبين الاورطه، قال للاورطه ماليش دعوه، مش هديلك بلاد دلوقتي. الاورطه قالت له ازاي؟ ده انا عايزه دم باستمرار عشان اديه لاهم اورجان عندي وهو البرين. ففكرت الاورطه بالفكره دي، انا هخزن جزء من البلاد عندي عشان لما الليفت فينتريكل يملى من الاتريوم فوقيه، الجزء اللي انا مخزناه اعمل فيه ايه؟ اعمل له بامبنج، اضخه. طب وازاي تضخه؟ الاورطه فيها الاستيك فايبرز، هتحط الدم ده في مساحه قليله. بمعنى ايه؟ هتقرب الاورطه التو وولز من بعض، الجدارين من بعض، فتحبس الدم في مساحة قليلة. وكلنا عارفين القانون، طالما المساحة قلت الفورس هتزيد، البريشر هيزيد. هيزيد اكتر من مين؟ من بقية الفيسلز اللي هتستقبل منها الدم. فيسلز في المخ، فيسلز في الليفر، في اي مكان. فبالتالي الاورطة اتخلقت ليه؟ ديستريبيوشن هي التوزيع، وانت علشان توزع لازم يكون الدلتا بي عندك عالي علشان يتناسب مع الفلو. كلنا فاكرين دي ولا لا؟ قانون اومز لو، فلو يساوي دلتا بي على ار. زودت البريشر جريدينت، ضغط الاورطة عالي بالطريقة دي عن بقية الفيسلز، فزاد الفلو من الاورطه لبقيه الفيسلز. يبقى نخرج من الفيديو ده في النهايه بقانون رينولد، يساوي density تايمز velocity تايمز diameter على viscosity. اكتر من 3000
يبقى تيربلنت اقل من 2000 لامينر، بين البنين ترانزيشنال زون، والكومبلاينس ان الارتري الكومبلاينس فيه اقل، هو اتخلق بريشر ريزرفوار، وقلنا ان الفين is a compliant vessel.